أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل نحو 2,200,000,000 دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1,700,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر ب 29.4%. أكد الجهاز أن حجم الواردات المصرية من السعودية بلغت نحو 4,300,000,000 دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 3,200,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر ب 34.3%. شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال الذي استضافته مدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. من جهته قال وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر ضمن خطة عملها، نظرا لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4,800,000,000 جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1,182,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 30,584 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7,569 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10,713 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025. أما على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3% ليصل إلى $75.19 للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% إلى $71.60 للبرميل. انخفضت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 44% لتصل إلى $2.12 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل نحو $2.34 ولكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 مدفوعا بديون الولايات المتحدة والصين. هذا وحذر الصندوق من أن الحكومات ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة من أجل استقرار الاقتصاد.